وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قصة آدم تكررت مع نوح، وقصة نوح تكررت مع إبراهيم، وقصة إبراهيم تكررت مع موسى بن عمران، وقصة موسى بن عمران تكررت مع قصة المسيح ابن مريم، وقصة الأنبياء تكررت مع نبينا، وجميع الأنبياء تكرروا في الحسين سلام الله عليه. ما كان الخلاف بين هابيل وقابيل، ما كان على مال ولا على زوجة، إنما كان الخلاف على الوصايا. ربنا قرر أن يكون هابيل هو الوصي لآدم، لأن هابيل كانت نيته خالصة وكان صادقا مع نفسه ومع ربه، فأراد الله أن يكون خليفته في الأرض بعد آدم هابيل. لكن قابيل تمرد على ذلك، وقرر آدم أن يقرب قربانا، فمن تقبل منه فالحق معه، وعلامة القبول أن تأتي نار من السماء وتحرق القربان. في نهاية المطاف وسوس إبليس لقابيل قائلا له: بعد أن أحرقت النار قربان هابيل، أن هذا سيكون عيبا لك، وفي عقبك سيقولون إن أبانا قرب القربان ولم يتقبل منه، فاقتل أخاك، فإذا قتلته يضطر آدم أن يعينك خليفة له، لأنه ماكو غيرك، فأنت راح تكون الخليفة. وقتل قابيل هابيل. نفس القصة تكررت مع يوسف حينما اجتمع إخوته عليه وقرروا بدل قتله أن يرموه في غيابة الجب حتى يخلو لهم وجه أبيهم، ما يشوف قدامه إلا هم، فيعين واحد من عندهم خليفة له. قضية الصراع باختصار بين الإمام الحسين وبين أعدائه هي قضية الحق في مواجهة الباطل، وقضية أن دين الله عز وجل، إنما بعث ربنا الأنبياء به لأمرين: الأمر الأول أن يصلح الناس أنفسهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنت نيتك خالصة ربنا يرى نيتك قبل أن تنوي، ونعلم ما توسوس به نفسه. أنت صالح ما عليك بالعالم، خلي العالم جهة وأنت جهة. والأمر الثاني لإقامة العدل في الكون، الظلم لا يرضى به ربنا لنفسه، الله مو ظلام للعبيد، ولا يرضى الظلم لأحد على الإطلاق.
سواء كان ظلما بسيطا أو كان ظلما مستشريا. ظالم ظالم، سواء ظلم طفلا صغيرا أو ظلم شيخا كبيرا أو ظلم الشعب، الظلم الله ما يقبل من أحد. وأول ما يحشر الناس يوم القيامة، حديث صحيح، أول ما يحشر الناس، أول موقف من مواقف القيامة، أن الله يجمع العباد جميعا ثم يخاطبهم بنفسه قائلا: إنه لا يجوزني ظلم ظالم. منانا ما حد يطلع إذا ظالم، ما يطلع إلى جهنم مباشرة. لا يجوزني ظلم ظالم. فيتمسك الظالمون بالمظلومين يتمنونهم، فمن غفر له من أخيه ينتقل إلى المرحلة التالية. المرحلة الأولى قضية الظلم والعدل. حتى الشرك بالله إنما هو مرفوض لأن الله واحد أحد. إن الشرك لظلم عظيم كما قال لقمان لولده. قضية مو بسيطة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والحديد وأنزلنا معهم الحديد ليقوم الناس بالقسط، حتى الناس يكونون مقسطين. الظلم في ظلام الليل ظلم، لأن الظلم ظلمات كما في الحديث الشريف. نحن في الليلة العاشر من شهر محرم من عام 1440، في مثل هذه الليلة حوصر الحسين محاصرة كاملة، وقام الحسين بأمرين. الأمر الأول، سمح لمن يريد أن يفارقه في آخر لحظة أن يفارقه، خطب فيهم وبين لهم أمرين. الأمر الأول إن هؤلاء يريدونني، يريدون دمي أنا، ما عندهم شغل وياكم. أي واحد يريد يطلع اسمحوا له، مع أنه الحصار كان كامل في صحراء قاحلة والجماعة 30,000 على الأقل كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، وأصحاب الحسين ومخيمه مخيم 73 شخص، فيهم الأطفال وفيهم النساء وفيهم الرجال. زين، حاصروهم. قال: إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد زوجته وتفرقوا في سوادكم. اطلعوا. الحسين من صفاته أنه مصفى، الحسين المصفى، شايف الصاغة يوم اللي يردون يصفون الشيء اللي فيه غش مثلا أو شيء زايد، هذا الذهب يحرقوه بالنار حتى يتصفى. حسين مصفى، ولا يريد إلا أصحابا أصفياء. إذا أنت تشوف في نفسك صفي أنت من أصحاب الحسين، وإلا تأكد إذا كنت في مثل هذه الليلة في كربلاء قبل 1379 عام لكنت قد خرجت من أصحاب الإمام. يريد أصفياء، هو صفي ويريد الأصفياء، يريد مؤمنين بالله بايعين مخلصين. خلاص، بعضهم طلع ليلة عاشوراء، قسم كثير طلعوا وراحوا، والجماعة سمحوا لهم: وين طالع؟ أريد أطلع أروح لأهلي. تفضل، أهلا وسهلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال: ألا وإني لا أعرف أصحابا خيرا ولا أفضل من أصحابي، كلكم تقتلون غدا ولا واحد يبقى إلا
ولدي علي زين العابدين، أولاد الإمام الحسين كلهم أسماءهم علي، لأن بني أمية منعوا تداول هذا الاسم. أي اسم حط؟ أسماء نجوم، حيوانات، بندر، فهد، مهد، حط. علي لا، علي لا. حتى أن الحجاج حاكم العراق من قبل بني أمية يوم من الأيام دخل مجلسه، شاف واحد قاعد في مكانه، كان يخلون كرسيين للحاكم هو وحده يقعد، شاف واحد جاي قاعد على الكرسي ماله، شيخ من المشايخ، من وعاظ السلاطين، من الذين يبررون للحاكم كل ما يفعل. التفت إليه قال: والله إن لم تكن لك فضيلة علي لضربت عنقك. شلون قعدت يمي؟ طيني فت فضيلة حتى ما أقتلك. نزل رأسه، صعد رأسه، قال: عندي فضيلة. أنت في صلاة الجمعة تلعن من؟ قبل الخطبة وبعد الخطبة؟ قال: ألعن عليا. قال: أنا ألعن علي وفاطمة والحسن والحسين. قال: إنها لفضيلة، وأمر له بجائزة. الإمام الحسين سمى كل أولاده علي، أكو عدهم ألقاب، عبد الله الرضيع، أسماء مختلفة لكن بشكل عام علي. وحينما التقى علي الأكبر بمروان بن الحكم قبل حوادث كربلاء، قال: ما اسمك؟ قال: علي. قال: ابن من؟ قال: ابن الحسين. فقال مروان: علي 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 علي. ما عاجبه، لعنت الله عليه وعلى أجداده. شوفوا إخواني، يوم اللي احنا نلعن بني أمية قاطبة، لأن كلهم اشتركوا في ظلم أهل البيت، منهم من رفع السيف وقتل، ومنهم من رضي بفعلهم. اللهم لعن بني أمية قاطبة. في زيارة عاشوراء عندنا سلام وعندنا لعن، عندنا تبري وعندنا تولي، وزيارة عاشوراء هويتنا، هذا احنا نعلنها للعالم. نحن مع النبي وأهل بيته وضد أولئك الذين قالوا كلمة حرضوا عليهم، تهيئوا لقتالهم، رضوا بقتلهم. نلعنهم جميعا، يستحقون اللعن، لأن الظلم فظيع. رب العالمين، الظلم فظيع. قال: كلكم تقتلون. يوم اللي رجع علي الأكبر للإمام الحسين وذكر له ما ذكره مروان بن الحكم، قال الإمام: والله لو كان عندي 100 ولد لسميتهم جميعا علي. علي. هاي الليلة الحسين أخبرهم بأنهم يقتلون جميعا، وفرحوا. قام واحد الشاقة ويا الثاني، فإذا قال: هذا مو وقت المزاح. قالوا: شو وقت المزاح؟ والله ليس بيننا وبين الحور العين إلا أن يهجم علينا هؤلاء بسيوفهم، ويا ليتهم قد مالوا، كانوا على بصيرة من أمرهم. كان واثق من نفسه، باطل مطلق في مواجهتهم، وإن كان مغلف بالحق بس باطل مطلق. يعني تصور الإسلام يأمر بالعدل هم يظلمون، الإسلام يأمر بالصدق هم يكذبون، الإسلام يأمر بمراعاة الأطفال والنساء هم يذبحوهم، النبي يوصي أصحابه: أهل بيتي أهل بيتي أهل بيتي أهل بيتي أهل بيتي، يجمعون عليهم في كربلاء ويحاصروهم في وضح النهار ويذبحوهم. كل اللي جاء به الإسلام خالفوه على الإطلاق، خالفوه. ليلة القادمة بعد الحسين ماكو، عباس ماكو، علي الأكبر ماكو، برير ماكو، خضير ماكو، حبيب ماكو، زينب حملت الراية، زينب لازم تجمع الأطفال، وين ينامون؟ على الخيم التي احترقت، على رماد تلك الخيم.
لازم هناك. نعم، في اليوم 11 من عاشوراء أو يوم العاشر، ما معلوم متى، جاء واحد عمر بن سعد قال قتلت الحسين، قتلت أصحابه، قتلت أولاده، قتلت إخوته، قتلتهم كلهم، الأطفال ما نعطيهم مي؟ قال إذا أردت فسقهم، إذا يعجبك فسقهم، لأن هم نيتهم لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، ما يردون، يقولون شال ظرف ودا شال بي مي، أجل الأطفال واقفين، قال الأول طفل اشرب، قال له شنو؟ قال له مي، قال الحسين مات عطشان ما اشرب، الثاني شاب ما اشرب، الثالث ما اشرب، الرابع ما اشرب، آخر واحدة كانت بنية يبدو ما كانت تعرف شنو صاير، ما عرفت أن الحسين قتل، أخذت الظرف هذا وركضت وين؟ أريد أسقي الحسين، كان عطشان أريد أسقي. بعض يسأل ليش الإمام الحسين ثار؟ ترى مقدمات ثورة الإمام الحسين 30 سنة قبل 30 سنة بدأت الثورة الحسينية، يكتب الإمام سلام الله عليه رسالة إلى معاوية، هذا اللي ما يسمحوا لنا نحكي حوله، سكتوا، هذا خال المؤمنين، إن الله، شوف الروايات اللي كذبوها على النبي، إن الله ائتمن على سره 3، جبرائيل والنبي ومعاوية، يعني في معركة بدر أنت شلون تقدر تسوي مثلث؟ جبرائيل في السماوات أمين الله، معاوية في الجبهة المخالفة للنبي شايل سيفه يريد يقتل النبي، والنبي الله ائتمنهم على سره، عجيب، خال المؤمنين الله يلعن إن شاء الله. يقول له الإمام ألست أنت القاتل لمعاوية لحجر بن عدي أخا كندة والمصلين العابدين الذين ينكرون الظلم؟ مو أنت اللي قتلتهم؟ وين قتل حجر بن عدي؟ في دمشق. وين؟ في المنطقة التي حجر بن عدي أدخل الإسلام فيها، هناك قتله، وقال لهم أنتم لازم تحفرون قبركم، قالوا لا إحنا مو أسخياء برؤوسنا ولا نساعدكم على ظلم أنفسنا، أنتم تردون تقتلونا أنتم احفروا، ويستعظمون البدع ولا يخافون في الله لومة لائم، فقتلتهم ظلما وعدوانا. هذا معاوية طاغوت جاي وحاكم وضرب من ضرب وقتل من قتل والجميع ساكتين، من بعد ما كنت أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة أن لا تأخذهم بحدث كان بينك وبينهم، أعطيتهم أمان لا بأحنة تجدها من نفسك، جرأة منك على الله واستخفافا بعهده، أولست أنت قاتل عمرو بن حمق الخزاعي صاحب رسول الله العبد الصالح الذي أبلته العبادة فنحل جسمه وصفر لونه فقتلته بعدما أمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو أعطيته طائرا لنزل إليك من رأس الجبل؟ لو هالمواثيق اللي أعطيت لعامر كنت معطي له طير من الطيور كان ينزل لك. ثم قتلته جرأة على ربك واستخفافا بذلك العهد، أولست المدعي؟ احنا عندنا في الإسلام قانون، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني إذا واحد جاب ولد من زنا فالولد لا ينسب إلى الزاني، إلى أبيه إذا كان المرأة من الزوجة والرجال من الزوج. أولست المدعي زياد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف فزعمت أنه ابن أبيك؟ استماله قال هذا ابن أبويا أبو سفيان، وقد قال رسول الله، طبعا للعلم أقول كل الذين قتلوا أهل البيت
لم يكونوا أولاد شرعيين أبداً ولا واحد من عندهم. روح أقرأ، واحد مصري كاتب كتاب يبين واحد واحد من ذولا. هند مثلاً كان عندها 4 أصدقاء وإلى آخره. وقد قال رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله تعمداً وتبعت أهواك بغير هدى، ثم سلطته على أهل الإسلام يقطع أيدي المسلمين وأرجلهم ويسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك. فرعون اللي رب العالمين جايب قصة كذا مرة في القرآن، قتل السحرة، سحرة قتله، أنت كم واحد تقتل وتخليهم ذول حكام على المسلمين؟ أولست صاحب الحضرميين الذين كتب فيهم ابن سمية إنهم على دين علي؟ كتب رسالة زياد بن أبيه إلى معاوية أنه ذول على دين علي صلوات الله على علي، فكتبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي، فقتلتهم ومثل بهم بأمرك، فكتبت إليه الذي كان يبغض عليه أباك والذي انتحالك إياه وما أجلسك مجلسك هذا، ولولا ذلك كان أفضل شرفك. الإمام يقول: من اللي خلاك هنا؟ مو باسم الدين أنت جاي، مو باسم رسول الله جاي. طبعا للعلم، معاوية في بلاد الشام لم يذكر النبي في شيء ولا مخلي علامة من علامات النبي أبدا، هو موجود ما عنده شغل ويا النبي. يقول الإمام: من اللي خلاك هنا؟ إذا ما كان الإسلام خلاك كان أفضل شرفك تجشم الرحلتين الشتاء والصيف في طلب الخمور، هذا كان شغلك. وقلت: هؤلاء على دين علي، وهل علي إلا على دين رسول الله؟ دين ثاني عند علي ودين رسول الله الذي قاتل من أجله على التنزيل وقاتل من أجله على التأويل. وقلت فيما قلت في كتابك: انظر لنفسك ولدينك. كتب الإمام رسالة: دير بالك، احسب حساب نفسك. يهدد الإمام ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: واتق شق عصا هذه الأمة وأن ترد الناس إلى الفتنة، وإني لا أعلم. كتاب الإمام لمعاوية: وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها، هي أكبر فتنة. ولا أعظم نظرا لنفسي ولديني ولأمة النبي أفضل من أن أجاهدك، أفضل شيء قاتلك أجاهدك، فإن فعلت فإنه قرب إلى الله. إذا قمت بالسيف ضدك يا معاوية هذا قرب إلى الله، وإن تركته فإني أستغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمري. هسه ليش الإمام ما قام في عهد معاوية؟ مسألة بحاجة إلى شرح. وقلت فيما قلت لي: إني إن أنكرتني، هو يكتب للإمام، إن أنكرتني أنكرك، وإن كذب وإن كدتني أكدك، فكدني ما بدلك. أنت شغلك الكيد، شغلك الحيلة، تهددني سوي اللي تقول، فإني أرجو أن لا يضرني كيدك في، وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك، على أنك قد ركبت جهلك وتحرضت على نقض عهدك، ولعمري ما وفيت بشرط شرطه في عهده مع الإمام الحسن، أنه إذا مات القضية ترجع للإمام الحسن، إذا ما موجود للإمام الحسين ما وفيت. ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والأيمان والعهود والمواثيق، فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتليك ولا نقضوا عهدك. بعدين الإمام يقول: فكيف تولي على أمة النبي من يشرب المسكر؟ شوفوا في هالبلاد المسكر حلال اللي يريد شربه، بس الخمار ما حد يريده، يعني ماكو واحد ينتخب خمار، ذولا كانوا خمارين شغلهم شرب الخمور، شارب الخمور مو خمرة مرة واحدة ومرتين. فكيف تولي على أمة النبي من يشرب المسكر وشارب المسكر من الفاسقين، وليس شارب المسكر بأمين على درهم
فكيف على أمة؟ فعن قليل ترد على عملك. تدرون الإنسان يدفن في شنو؟ تقول في قبره؟ لا، الإنسان يدفن في عمله، الشيء اللي أنت مسويه تدفن فيه. يقول الإمام: فعن قليل، راح تموت، ترد على عملك حين تقرأ صحائف الاستغفار وتبوأت مقعدك من النار فبعدا للقوم الظالمين. يقولون لما هاي الرسالة وصلت لمعاوية قراها على يزيد، قال شوف شوف الحسين شي يقول عنك. فقال يزيد: يا أمير الفاسقين، أجبه جوابا تصغر إليه نفسه. جاوبه، فالجواب اللي هو يصير صغير عند نفسه، وتذكره بشيء من فعله، احكي اكتب ضد الحسين. فقال معاوية: أخطأت. قال: ليش؟ قال: ما عسيت أن أقول فيه، شنو أقول عن الحسين؟ ومثلي لا يحسن أن يعيب بالباطل وما لا يعرف، وما عبت به رجلا بما لا يعرف، والناس لم يحفل به. إذا أنا محشيت على واحد اللي الناس يعرفوه خوش إنسان، ما حد يسمع من عندي. ثم يقول: وما عسيت أن أعيب حسينا، والله ما أرى للعيب فيه موضعا. هذا الحسين ما عندي شيء أحكي له، ماكو. زين، هذا الرجل يكتب رسالة إلى ولده، يقول: يا بني، إني قد وطأت لك الأشياء، وأذللت لك الأعداء، وأخضعت أعناق الناس ببيعتك، يعني بالإجبار. وقف السياف، أشار إلى معاوية، قال: أمير المؤمنين هذا، فإن مات فهذا، أشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا، إجبار. فانظر أهل مكة والمدينة فأكرمهم كذا كذا، سوي كل قضية ملك، وهذه الأمور شغلة، هذا ماكو شيء آخر. إلى أن يقول: إن آل أبي طالب، معاوية يقول لابن، قد مدوا أعناقهم إلى غاية أبت العرب أن تعطيهم المقادة فيها. العرب ما يردون، هذا ملك، هذا مال، لا دين، لا ديانة، لا عدالة، لا صلح، لا إصلاح، كل هذا. ثم اجتمعوا على الحسين في كربلاء. إخواني، كان اسم الإمام الحسين الرمزي في عهد الأئمة، اللي ما حد يقدر يجيب اسم الحسين، المظلوم. كلمة مظلوم يعني الحسين. يأتي أحدهم إلى الإمام الصادق سلام الله عليه فيقول له الإمام: أتزور المظلوم؟ قال: لا. قال: ليش؟ قال: أخاف. قال: ألا تحب أن يراك الله خائفا فينا؟ تخاف؟ خلي تخاف وروح، تخاف روح، خلي الله يشوفك خايف فينا. مثل هؤلاء في عهد صدام، أكو جماعة جايين مشي، فأطلقوا النار عليهم وقتل من قتل. واحد من هؤلاء رجع للنجف، جايين من النجف إلى كربلاء، رجع للنجف. الجماعة فكروا خاف، راح شال كل عائلته وجا، قال: ما دام في قتل في سبيل الحسين خلي أنقتل. أنقل هنا لكم رواية: من قتل في زيارة الحسين، الله شي يسوي بي؟ يبدل طينته إلى طينة الأنبياء، طينة مالته يغيرها الله. أجوية عائلته، ليش أنا وحدي أروح؟ أريد كل عائلتي. الحسين مظلوم، الحسين غريب. قتلوا الرجال، 3 أطفال قتلوهم في حضن الحسين، 3 مو 1. واحد اسمه علي الأصغر، هذا اللي تشوف باللغة الفارسية كله يحجون عليه الأصغر، ذاك مو عبد الله الرضيع، هذا عمره 6 سنوات. مثل هذه الليلة، ليلة الوداع، وغدا حينما لم يبقى إلا الإمام الحسين، جاء إلى المخيم
ونادى يا سكينة يا رباب يا زينب عليكن من الوداع، هذا آخر الاجتماع. حكى هالحكي بعدين شاف علي الأصغر مو وياهم، فجلس على الأرض وقال لزينب ائتيني بولدي علي الأصغر. جابوه، هو أخذه قام يقبله يريد يودعه، وإذا بجيش عمر بن سعد شافه والحسين مرتاح ويا ولده، ما يردون يرتاح، ما يردوا يرتاح، فرماه حرملة بسهم في صدره وقتله في حضن أبي الحسين. الثاني عبد الله بن الحسن اللي آخر لحظة بعد أن سقط الإمام على الأرض كانت يده في يد زينب، فانفلت منها، جر إيده وركض، وصل للحسين، ذب نفسه في حضن الحسين. مو الحسين بالنسبة له مو بس عمه، عمه أبوه دنيا حسين، كل شيء حسين. وإذا بلعين رفع السيف لكي يضرب الحسين، قال أتقتل عمي يا ابن الخبيثة؟ بدل ما يضرب الحسين ضرب الطفل، قطع إيده وتعلقت يده بجلدتها، فاحتضنه الحسين. قال اصبر يا بني، وإجا واحد بالرمح ضرب قتله في حضن الحسين سلام الله عليه. أما الأفظع من كل ذلك مقتل عبد الله الرضيع، 6 سنوات عمره، عفوا 6 شهور عمره، وجف اللبن في صدر أمه. الأم اللي ما تشرب مي، ما عدا حليب، اللي يزيد الحليب في الأمهات 2، النوم وشرب الماء، أي شيء ثاني ما يزيد الحليب. يعني إذا ماكو نوم استراحة وماكو شرب الماء، مهما أكلت الأم تحصل على حليب، 3 أيام ما عندهم مي. جف اللبن في صدر أمه، الإمام لازم يسوي له شيء، بالنتيجة ولده وطفل صغير. في عالم اليوم الاهتمام بالأطفال شيء خاص، يوم اللي أنت تودي طفلك إلى المستشفى يردون يأخذون من عنده دم أو يردون يضربوا إبرة، أكو أبر خاصة للأطفال ناعمة، الأبر اللي يستخدموها للكبار ما يستخدموها للأطفال. اليوم الشكل الوضع، الجماعة مسوين سهام للكبار حتى يقتلون بيه العباس، برير، خضير، يردون يقتلون ذولا. جاء إليها إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار؟ يا جماعة خذوه واسقوه، أنا ما أريد مي تحطون بيدي، أنتوا أخذوا واعطوا مي. هم كانوا بين 3 أمور، إما أن يتركوه ولا يسقوه الماء، وكان بعد شوية يموت من العطش، كان دا يموت هو أساسا، كان يلوي برقبته، يعني رقبته واقعة على الشكل عبد الله الرضي، أو أن يسقوه الماء أو أن يقتلوه. صار خلاف بيناتهم، مجرمين، بس مع ذلك اللي عنده ذرة من الوجدان قال خب أدري الحسين نقتله وما باقي أحد وياه، هذا الطفل خل نقضي ما. صار نزاع بيناتهم، فقال عمر بن سعد لحرملة اقطع نزاع القوم، قال له أرمي الوالد أم الولد؟ قال ألا ترى بياض نحره، لأن رأسه واقع الشكل عبد الله الرضي. قال ارمي الولد، رمى عبد الله الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد، يعني السهم صار خنجر بالنسبة لعبد الله الرضيع. زين عليك بربك الحسين شو يسوي الآن؟ جايب الطفل حتى يسقي ورجع لأمه. يقولون فوضع عباءته عليه، الناس شافه شوي يمشي شوي يوقف، شوي يمشي شوي يوقف. تدري ليش؟ إذا واحد ذبح له دجاجة يشوف الدجاجة تفرفش، بعض الأوقات تهدأ، مرة ثانية تفرفش. عبد الله الرضيع أحيانا كان يفرفش، الإمام يوقف بعد حي، أكو أمل فيه، أحيانا يسكت. إلى أن جاء إلى عمتي، إلى أخته زينب، سقيته؟ لا ذبحوه.
قال خذيه. ايش كذا اكو دم في جسم الطفل؟ مو هوايه، 6 أشهر عمره. فاخذته زينب، الحسين وضع كفيه تحت نحره، كلما امتلا دما رمى به الى السماء، اللهم ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا هم لازم اقدمه لك، اقدمه مو مشكله، مو بس علي الاكبر والقاسم والعباس، هذا من قدمه. ثم ذهب، ما جاء بعد امه، الى وراء الخيمه وحفر بسيفه له حفيره وصلى عليه ودفنه هناك، دفنه. يوم 11 الجماعه يردون يطلعون، شوف الحسين واعدائه كان مثل واحد راكب في شيء. الحسين كلما صعد في الفضائل وعرج بنفسه، ذولا كانوا ينزلون في مستنقع الرذائل. هسه قتلت الطفل والحسين دفنه. يوم 11 من المحرم العشائر اجت بالرؤوس، كل الرؤوس قطعوها كلها، يلا يطلعوا. اشوف توقف الرحل، الجيش وقف. عمر بن سعد يسأل ليش واقفين؟ قالوا اكو قبيله واحده ما عندها راس، يقولوا احنا ما نطلع، البقيه هم حتى يكونون وياهم ما يقبلون يطلعون. يا بروحوا دوروا بين الجثث اكو راس كذا، دوروا ماكو. واذا بلعين الذكر شاف الحسين دفن الرضيع في قبر، فجاءوا الى قبر عبد الله الرضيع وحزوا راسه ووضعوه على رأس رمح طويل ثم رقصوا.